متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر تطورات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة. بمشيئة الله تعالى غدا الأربعاء يتوقع أن تبقى الأجواء مستقرة في كافة مناطق، بالرغم من وجود احتمال ضعيف لهطول زخات محلية خفيفة من الأمطار في الأجزاء الشمالية الإدارية من محافظة الرياض، وليس في نفس مدينة الرياض، ولكن اعتبارا من يوم الخميس هناك تقلبات جوية حادة منتظرة ومتوقعة على المملكة، تتمثل بتحرك منخفض جوي خماسيني من الأراضي المصرية باتجاه المنطقة الشرقية البحر المتوسط والعراق، مع وجود جبهة هوائية باردة تتعمق تدريجيا، يؤدي ذلك إلى نشاط كبير في سرعة الرياح في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية، تتمثل في الحدود الشمالية عرعر وأيضا ربما رفحاء وأجزاء من الجوف وسكاكا والأجزاء من حائل، بالإضافة للطريف والقريات. هذه المنطقة تتوقع أن تتعرض مع ساعات نهار يوم الخميس إلى رياح قوية ستعمل على حدوث موجات غبارية كثيفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ولكن على الجانب الآخر يتوقع امتداد هواء أو الكتلة الهوائية الحارة إلى مناطق أكثر شرقا، وأيضا تشمل العاصمة الرياض نهار يوم الخميس وتغطي كافة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والوسطى من المملكة بمشيئة الله تعالى. أما يوم الجمعة فيتوقع أن يحدث المزيد من التعمق على الهواء البارد في المنطقة الشمالية، يتعمق تأثير منخفض جوي يتوقع أن يتمركز فوق الخليج العربي، جبهة هوائية باردة عالية الفعالية يتوقع أن تعبر أجواء المملكة بشكل تدريجي اعتبارا من ساعات صباح يوم الجمعة، رياح عاتية متوقعة على كافة المناطق الشمالية، ويتوقع أن تتشكل عاصفة رملية قد تكون إقليمية الطابع والأقوى منذ فترة طويلة، تشمل حفر الباطن، الحدود الشمالية، رفحاء، عرعر، سكاكا والجوف، ربما الأجزاء الشرقية من تبوك، حائل، القصيم، وأيضا ربما تصل إلى أجزاء من المناطق الغربية، ويقابل ذلك التعمق في الكتلة الهوائية الحارة في المناطق الوسطى والجنوبية، أيضا يتوقع يكون هناك رياح نشطة مترافقة مع هذه الكتلة الهوائية الحارة على الجانب الآخر، لكن مصدرها جنوبي غربي، وبالتالي موجات غبارية كثيفة متوقعة على الإحساء، منطقة أيضا البحرين، بالإضافة إلى مناطق القريبة من البحرين، أيضا مناطق مع قطر وأيضا في دولة الإمارات. هذه بوجه عام ما هو متوقع، وهذه الجبهة الهوائية يتوقع أن تمتد لاحقا لتشمل العاصمة الرياض ليلة الجمعة على السبت، حيث من المتوقع أن تأثر تلك المناطق بعاصفة رملية أقصد العاصمة الرياض على الأغلب مع رياح قوية بشكل عام. نستعرض معكم ذات الخرائط ولكن بتفصيل أكثر. هذه توقعات النمذجة الحاسوبية لتحركات الكتل الهوائية، هذه الألوان تنم على وجود كتلة هوائية حارة بشكل عام في جنوب غرب المملكة، الألوان الحمراء تنم على ارتفاع واضح في درجات الحارة، اللون الأخضر هو الكتل الهوائية الباردة، واللون الأصفر هو الكتل التي تفصل بين الحارة والدافئة. هذه نهار هذا اليوم كما تلاحظون الثلاثاء، العاصمة الرياض وعموم مناطق المملكة تتأثر ضمن الأجواء الحارة نسبيا ودرجات الحارة الثلاثينية. غدا الأربعاء يتوقع أن يزداد تأثر المناطق الغربية من المملكة بهذه الكتلة الهوائية الحارة وامتدادها شمالا تصل إلى تبوك، وبالتالي يتوقع أن يطرأ ارتفاع على طول المناطق الغربية من المملكة وسط أجواء حارة بوجه عام في هذه المناطق، وأجواء تكون ما بين حارة إلى حارة نسبيا في العاصمة والمناطق الشمالية والشرقية من المملكة. ولكن اعتبارا من يوم الخميس يتوقع تمدد هذا الهواء الساخن بالاتجاه الشرقي والشمالي مع تعمق المنخفض الجوي الخماسيني شمالا في بلاد الشام، المزيد من ارتفاع درجات حارة في المنطقة الغربية من المملكة، أيضا ارتفاع وتوقع أن يحصل على درجات حارة في حائل والقصيم وربما الرياض والمناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، مع دخول الهواء البارد المرافق للجبهة الهوائية الباردة يوم الجمعة. كما تلاحظون هذه تقريبا حد الجبهة الهوائية الباردة، يتوقع بمشيئة الله تعالى تعمق الهواء الساخن بشكل كبير في أغلب المناطق الشرقية والوسطى والأجزاء الشرقية من المناطق الغربية وجنوب غرب المملكة والمناطق الجنوبية، بحيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية قد تقترب من حاجز 40 درجة مئوية في بعض المناطق، حتى العاصمة لا تتجاوز بها 35 درجة مئوية، في حين يبدأ عبور جبهة هوائية باردة المنطقة الشمالية من المملكة بحيث تصل إلى المناطق الوسطى يوم السبت، مع انقلاب حراري هائل متوقع أن يحصل على الأجواء وهبوط في درجات الحرارة بين الجمعة والسبت بأكثر من 10 درجات مئوية في مناطق عدة من المملكة بما فيها المنطقة الشرقية من المملكة. من أهم مميزات الأحوال الجوية القادمة هي طبعا الرياح النشطة، حيث من المتوقع اعتبارا من نهار يوم الخميس أن تنشط مع ساعات المساء الرياح الجنوبية الشرقية كما تلاحظون، والأمر الذي يؤدي إلى حدوث بعض الموجات الغبارية. أما يوم الجمعة تنشط الرياح الشمالية الغربية
الجوية النشطة جدا والشديدة التي تكون مصحوبة بهبات قد يصل سرعتها إلى 100 كيلومتر بالساعة. الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكل عاصفة رملية قد تكون إقليمية الطابع، تنتقل من المناطق الشمالية إلى المناطق الوسطى والشرقية، ولاحقا تصل إلى المناطق الجنوبية من المملكة بمشيئة الله تعالى. بالعودة للأحوال الجوية، هذه الليلة في العاصمة الرياض فالأجواء غالبا صافية، درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة 18 درجة مئوية. توقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة في العاصمة الرياض: غدا 30 درجة مئوية نهارا الصغرى 16، يوم الخميس 32 إلى 23، لكن لاحظوا معي يوم الجمعة 37 درجة مئوية في ساعة النهار مع أجواء عاصفة مغبرة، غبار كثيف متوقع في ساعة النهار، يزداد كثافة على شكل عاصفة رملية في ساعة الليل مع هبوط درجات حرارة 17 درجة مئوية ونشاط كبير في سرعة الرياح بمشيئة الله تعالى. المزيد حول هذه الأحوال الجوية غير المستقرة والحالة الغبارية في نشرة جوية خاصة بذلك الأمر يتوقع أن تبث بمشيئة الله تعالى نهار يوم الأربعاء. أما الآن نستعرض معكم درجات حرارة العظمى متوقعة يوم الأربعاء والصغرى ليلة الأربعاء الخميس في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأ شمال من السكاكة 30 إلى 19، على 27 إلى 18، وفي تبوك من 31 إلى 19 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة تكون في مكة المكرمة 37 إلى 25، في الطائف من 28 إلى 18، في جدة من 30 إلى 26، وفي المدينة المنورة من 34 إلى 21 درجة مئوية. في المناطق الجنوبية الغربية في أبها 25 إلى 14، في الباحة من 22 إلى 14، وفي جرزان من 32 إلى 25 درجة مئوية. في المناطق الشرقية في الإحساء 31-16، في الدمام من 28 إلى 17، وفي حفر الباطن من 28 إلى 15 درجة مئوية. ختام هذه الجولة في العاصمة الرياض 30 إلى 16 درجة مئوية، في القصيم أو بريد من 30 إلى 17، وفي حال من 28 إلى 15 درجة مئوية. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. للمزيد يمكنكم تحميل تطبيق تقس عرب ليصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.